أبنائي من طلاب السنة الثانية بكليات الطب وزملائي الأطباء الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2018 ل 2019، لقاءنا النهاردة أحب أحدثكم فيه عن الخريطة العلمية لهذا العام. هنعمل إيه السنة دي بإذن الله؟ ما ننتوي بإذن الله فعله. لكن يعني قبل أن أحدثكم عن هذه الخريطة، بحب في الأول أتوجه بالشكر بعد الله طبعا لثلاث مجموعات من البشر لا يمكن إنكارهم في هذا العمل اللي بدأناه العام الماضي. المجموعة الأولى اللي هم رواد التقنيات التكنولوجية الفائقة، واللي كان بدونهم مستحيل تحقيق ما نحن عليه الآن، وهما ثلاث مجموعات بنستخدمهم. طبعا الفيسبوك اللي انا بزع لكم عليه دلوقتي البث المباشر، وده طبعا كلكم عارفينه، اللي عمله مارك زوكربيرج واطلقه في سنه 2004 مع شركائه طبعا. وبعدين وده على فكره اول موقع للتواصل الاجتماعي في العالم. تاني واحد في التواصل الاجتماعي هنستخدمه برضو اللي هو موقع جوجل، وتم إطلاقه في 1998، وده كان مشاركة ما بين لاري بيج وسيرجي برين. ده اللي بنحط عليه الصور ذات التقنية العالية جدا بالبي دي اف، واللي تم تجربتها الأمس والحمد لله نجح. ثالث حاجة بنستخدمها طبعا وهمة جدا، اللي هي تعتبر التالتة في التواصل الاجتماعي، اللي هي اليوتيوب. اليوتيوب ده عملوا ثلاثة اللي هم هارلي وتشين وكارم، وأطلقوه في سنة 2006. دي مجموعة لا يمكن كنا هننجز ما نحن في عليه بدونهم. نيجي المجموعة الثانية من البشر، وقبل ما جيلهم عاوز أحكي لكم قصة صغيرة، لأن احنا قلنا دي يعني introductory، تعريف هنعمل ايه وهتذاكر ازاي، اللي هي مهمة جدا لكن مش هنقول النهاردة يعني معلومات بذاتها. أنا فاكر في سنة 1989 رحت الولايات المتحدة، على وجه التحديد ولاية فلوريدا أورلاندو اللي هو وول ديزني، وأنا بحب التقنيات التكنولوجية والحاجات اللي بتتعمل التكنولوجي الجديد. ففي هناك حاجة اسمها إبكوت سنتر، ده يعني بيوريك التكنولوجي اللي هيحصل لسه منزلش السوق. وفاكر يوميها في حاجتين استرعوا انتباهي جدا في سنة 89، ان الاول مرة نشوف التلفزيونات اللي هي مسطحة، الشاشة المسطحة البلازما، لدرجة كانوا معلقينها على الحيطة واحنا مش مصدقين، معقول اللوحة دي بتطلع الصورة؟ امال فين البروجيكتور؟ فين بقية التي في؟ حتى حطينا على حائط مثقوب عشان نيجي نلف من ورا نشوف انه لا، ده فعلا مفيش غير اللوحة دي. والاهم ورولنا التليكومنيكيشن، اتنين يقعدوا على مسافة 100 متر وفي شاشة التلفزيون يجيبوا صورتهم هما اتنين ويتواصلوا عن بعد، اللي هو بنعمله دلوقتي، وكنا مش مصدقين اللي بيحصل في هذا الوقت. الحقيقة الأحلام اللي هي الغريبة دي والتقنيات التكنولوجية العالية، وإن يقولوا لنا ساعتها إن في يوم من الأيام هنكلم بعض وإحنا بنتكلم في التليفون هنشوف صورة بعض، كنا فاكرين إن ده خيال علمي، حاجة لن تحدث لولا إنك الواحد بيشاهدها في أوانيها أمامه. مش بس تحققت، والأهم من ذلك إنها بنستخدمها. يعني ما كنتش أتصور بس إن أنا هشوف تحقيقها، وإن أنا منذ العام الماضي بنستخدم هذه التقنيات. انا مش عارف حتى افاق المستقبل بتحمل ايه دلوقتي. حتى في التي في الريزوليوشن بقت رهيبه، من البلازما لل دي للليد للديفينيشن، هاي ديفينيشن، الترا هاي ديفينيشن، 4K. بقول ما فاضلش غير ان حاجه واحده بس، ان الواحد يمد ايده يعني يسلم عليكم واحد واحد. ما اعتقدش دي قابله للتحقيق طبعا. دي اول مجموعه من البشر ينبغي ان احنا نذكرهم. المجموعة الثانية بقى اللي هم الخاصة بالعبد الله اللي تعاونوا معايا جست لفائدتكم، وبذكر منهم الآتي.
الدكتور مصطفى جمعة خريج طب الأزهر اللي أحمل لكل طلبته كل إعزازه لكل الجامعات العربية، وده اللي بفور بث المحاضرة بيحطها على اليوتيوب على طول. وبعدين الدكتور محمد السيد اللي هو في الزقازيق اللي عمل حاجة رائعة. طب المحاضرات مصطفى كان بيحطها يعني بفور إلقائها. طب بس بعد كده كنت عاوز كل واحدة تبقى في فايل مرتبة على الفرع الواحد ومكتوب العنوان وتقدر أدي الفرع وتدخل المحاضرات ورا بعض. مش عمل كده بس، ده كان بيحصل كنتيجة لأن تم إذاعة المحاضرات دي من 4 مناطق في الدنيا. كانت النت ساعات بيقطع فالمحاضرة تعمل في 2 فيديو، فدمج الفيديوهات بتاعة المحاضرة الواحدة دي واحد، حطهم كلهم في فايل واحد، مجرد ما تضغط عليه ده اللي على القناة الثانية واللي حطت لكم اللينك بتاعها، تطلع لك دي كم محاضرة وعاوز نمرة 1 2 3 4 بالترتيب. يعني بتتحط تلقائيا على القناة الأولى، بعد ما بيخلص الفرع بتتحط على القناة الثانية. ونحمد الله ان دلوقتي عندنا في هنبتدي السنة دي وعندنا كل المحاضرات الأساسية لكل فروع الفسيولوجي فور إلقائها على القناة الأولى، وعندك اللينك تضغط عليه تدخله، والقناة الثانية على اليوتيوب اللي محطوط فيها كل فرع بترتيبه كل فيديو يتضمن المحاضرة بالضبط. فأنا عاوز طبعا عشان تسهل الأمر على نفسك بليز ابقى ادخل على صفحتي واعمل نفسك سبسكريبشن على القناتين دول عشان يوصلك الفيديو فور ما يتحط. الشخص الثالث من المعاونين اللي هو كان تلميذ الأمس يعني في طب القاهرة وهو زميل اليوم، انه طبيب في كندا، والراجل ساب وقته جه عمل لي التقنية بتاعت البي دي اف وجربناها امبارح، والحقيقة جربناها على التي في عشان نشوف هل التكبير هيخلي الريزوليوشن وضوح الصورة هيتأثر. الحقيقة ما حصلش، كانت حاجة رائعة. أما المجموعة الثالثة من البشر وبعتقد اللي هي في نفس الوقت الأهم هو حضراتكم، إن لولا أنتم الحقيقة ما كانش اللي بنعمله ده يبقى له أي معنى. وزي ما بقول يعني دائما أبدا يا أولاد، إنه الأستاذ بطلبته وليس الطلبة بأستاذهم. بمعنى واحد يقول لي طب فسر لنا يعني إيه الحكاية اللي أنت بتقولها دي، أقولها لإيضاح الحكاية في السينما مثلا. المشاهدون يصنعوا النجوم ولا يصنع النجوم المشاهدين. يعني المشاهدون هم الأساس في صناعة النجم. وبنفس المنطق الطلبة الممتازين اللي هو حضرتكم واللي بيتبوأوا مناصب في كل بلد بروحها في الدنيا، قابل ناس درستهم وأعتز بيهم، هم اللي بيخلوني أحس ما أنا عليه اليوم من سعادة. أنتوا بسبب تميزكم وتفوقكم أنتوا اللي خليتوني كويس، مش أنا اللي خليتكم كويسين. ودي حقيقة وبقولها وهقعد أقولها طالما حييت، أن الأستاذ بطلبته وليس الطلبة بأستاذهم. أنتوا اللي بتخلينا كويسين. ده أنا عاوز أقول لك حاجة، شرفت طبعا بالتدريس في الجامعة الأم اللي هي في القصر العيني، ثم بعد كده في جامعات أمريكا وجامعات كندا، هنا جامعات خاصة كلها في نورث أمريكا سواء كندا أو أمريكا كلها جامعات برايفت. ففي آخر السنة الطلبة بتعمل كوشنير كده زي ستاتيستكس يقولوا كل أستاذ ده عاوزينه ولا مش عاوزينه، لأنه مش هيفرضوا عليهم ناس. إذا الطلبة راقهم الأستاذ يعني هم اللي بيحددوه يعينوه تاني، ما راقهمش خلاص يشيلوه. أنا مش عارف لو عملوا الكوشنير ده في جامعاتنا العربية يعني كم الأساتذة هيكمل وكم هيمشي. فهنا بيخلوا يضمنوا السيستم ان كل واحد يبذل اقصى الممكن ويطلع كل اللي جواه عشان يحصل ارضاء للطلبه، وبالتالي الجامعه تحط له العقد مره تجدده له مره اخرى. فبقولها
الأستاذ بطلبته وليس الطلبة بأستاذه. هذه حقيقة يا أولاد. فأنا بشكركم على وقتكم اللي بتدهوني وعلى التعاون اللي بنعمله. طيب نيجي بقى بعد كده بعد المقدمة دي نقول فكرة المحاضرات للناس اللي هما بيتابعونا لأول مرة. فكرة المحاضرات اللي بعملها طول عمري إنها أوديو فيجوال، وبهتم فيها بشيئين. أوديو فيجوال حضرتك بتبقى شايف لوحات مرسومة بعناية فائقة بالألوان وبتتابعها بالليزر، وفي نفس الوقت سامع صوت يعني واضح جدا، وزي ما بيقول بنشكر التقنية اللي وصلتنا إلى ذلك. بهتم في المحاضرات بشيئين. أنا عارف إن الناس اللي بتلتحق معايا أول مرة هيبقى أول أسبوعين الموضوع صعب شوية عبال ما ناخد على بعض. أنت لما بتلتقي بأي حاجة بجهاز جديد حتى بمادة جديدة عبال ما تاخد عليها 2 ويكس، بس أوعدك إن 2 ويكس هتحب الموضوع جدا. بنهتم عندنا بالفهم يا أولاد. الفهم ده أساسي، ولا أعني بالفهم الميكانيزمز، لا مش بس الميكانيزم ده مفروض، ده أنا بأغوص في عمق آخر، وهو ليه ربنا سبحان الله صور هذا الشيء على هذا النحو. اللي هو حتى بكتب مجموعة مقالات اللي هي ضد الإلحاد وراء الخلق خالق، بنزلها لكم على الفيسبوك، إن أنا بأؤمن إن وراء الخلق قوة عاقلة حكيمة رحيمة مقتدرة ومقدرة نسميها نحن المؤمنون الله. فهنشوف بعد تاني ما بيتكتبش في الكتب، اللي هو ليه بالصورة دي ربنا عامل الخليقة بهذه الصورة، ودي حاجة هتخليكم تحبوا الموضوع أكتر. طيب نيجي نمرة 2، مش هنفوت كلمة إلا مش بس ما نجيب معناها وأصلها جاب منين الكلمة دي، فهتاخد محصلة من الترمينولوجي تكفيك لحد ما تخلص الدكتوراه بإذن الله. نمرة 3، بنهتم غير بالفهم بإن احنا في الآخر عاوزك تستقدر تسترجع الموضوع تحفظه، بس حفظ مبني على شيئين، على فهم عميق دي نمرة 1، ونظام رائع حتى تشوف في عرض لوحات ما بنسوحش الموضوع ابدا، نقاط محدده واب تو ذا بوينت. لان زي ما بقول الجمله اللي هقولها ودائما ابدا هقولها، ما عشقت مثل عشقي للنظام. 4، اللوحات بسميها حصاد السنين، ايمانا مني بالمثل الصيني اللي بيقول الصوره تساوي مليون كلمه، صوره جيده طبعا. بعد كده بنهتم باصل الحكايه، بقول الفيسيولوجيا يا جماعة مجموعة حكايات. أنا لما أقول لك إن أنا هقول لك علم يمكن تزهق، لكن ما تسمع قصص بداخلها المعلومات هتبقى أكثر إثارة. وزي ما بقول الفيسيولوجي كما الحب. نزار قباني وهو بلدياتي من بلد عائلة أمي، لأن أمي من سوريا وأبويا من الصعيد، وهبقى أحكي لكم في يوم من الأيام إيش لم الشامي على الصعيدي في يوم من الأيام، كان بيقول الحب بعض من تخيلنا على الأرض، إن لم نجده لاخترعناه. فأنا بقتبس منه هذه الجملة وبقول الفسيولوجي بعض من تخيلنا، إن لم نجده لاخترعناه. وبنضيف قصة الاكتشافات والمكتشف، هنا لازم نقوله على فكرة، هنا بايلو لازم نقوله، مش بس تكريم للناس اللي بذلوا حياتهم عشان خاطر يوصلنا العلم، وبعضهم حاز في ذلك جائزة نوبل، وانت ما بتعرف الحتة دي بتاخد فيها نوبل بتبقى اكثر اثارة وانت بتسمعها، مش بس عشان كده انما عشان كنتم، ان تقولوا الله طب الناس دي اسمها خلد في التاريخ، طب ما انا اكتشف، يعني ده بيستثير الطلبة هنا ومفروض عندنا هناك ان هم يبقوا مكتشفين. فالعلم يتقدم، يحصل بروجريس للمانكايند، تقدم البشر، فدي مهمة جدا. وكمان بنضيف فقرة معلومات عامة، لازم تبقى مرتبطة كل الارتباط بالموضوع اللي بنقوله عشان برضو نكسر من حدة الرتابة ويبقى الموضوع أكثر إثارة. ففي الخلاصة بوعدكم إنه محدش هيبقى جاي يسمع المحاضرة وهو متضايق إنه هيسمع علم وحاجة ثقيلة، لا هتبقى يعني منتظرها
بفارغ الصبر، لأنها تبقى حكاية علمية فيها أعماق في الفهم وروعة في العرض. وزي ما بقول وبنشكر المجموعة الأولى بتاعت التقنيات التكنولوجية والثانية اللي بيساعدوني في استغلال هذه التقنيات، وحضراتكم طبعا اللي بتدوني وقتكم، وانتم الأساس في القصة. نيجي بقى لطريقة الدراسة. طالب يقول لي طيب احنا اولا thank God، بنشكر الله ان السنة دي عندنا المحاضرات الأساسية كلها على القناة اليوتيوب الأولى، وبالترتيب في كل فرع وبالتسلسل على القناة الثانية اللي قلنا المفروض نحن نسبسكرايب رحنا عليها. فنيجي الوضع كالآتي. واحد يقول لي طب احنا يعني قول لي هنعمل ايه، هتمشي ازاي؟ اولا انت حضرتك هتتابع المحاضرة. انا اقول لك انا هعمل ايه وانت هتعمل ايه. انت عليك فرع معين بتاخده فبتتابعه، يفضل من القناة الثانية لانها هي دلوقتي اللي بعد ما بيخلص الفرع بتبقى مرتبة. هتمر في الدراسة بمرحلتين. الاول هتتابع المحاضرات الاساسية، لان انا عندي محاضرات اساسية ومحاضرات مركزة بنسميها كراش كورس، كوندنسد كورس. هتتابع المحاضرة الاساسية مرة واحدة، اسمعها كويس. وزي ما بقولها وهقولها، لو ان ابني وهو طبيب بكندا ومحاضر استاذ، او مش استاذ خلينا نقول مدرس لسه ما خدش استاذ، طلب مني انه هل انا اشرح له حاجة وجها لوجه ولا يسمعها على اليوتيوب؟ ونفس الكلام ينطبق عليكم. وانا عاوز اقول لكم حتى قصة طريفة هنا. في يوم من الايام سألني الطلبة، بعتوا لي سؤال في محاضرة، انت عندك كام ابن؟ فكانت الاجابة كالآتي وبجيبها بصدق تام، قلت لهم اذا سألتوني عن الابناء البيولوجيين فهما اثنان، ولد وبنت. اما سألتوني على الابناء الغير بيولوجيين، غير بيولوجيين اسف، فهم عددهم لا يحصى، ولا اعرف هيبقى عددهم كام الى ان تنتهي مسيرة الحياة، يمكن بعد كده نقدر نحسبهم مكان. ولهم نفس المعزة في قلبي، وبأفخر بيهم في كل حتة في الدنيا بالضبط كما الأبناء الغير بيولوجيين كما البيولوجيين. فبقول لو سألني أحدكم وقال لي أنا عندي فرصة أنك تشرح لي وجها لوجه ولا أسمع المحاضرة على اليوتيوب، أعمل إيه؟ أقول له طبعا اسمع على اليوتيوب. يقول لي طب قول لي ليه؟ ليه يعني ما نبقاش وإحنا دلوقتي وجها لوجه؟ أقول له استني حضرتك، أنا اللي بختار الوقت اللي أقول فيه المحاضرة، بينما على اليوتيوب حضرتك بتختار أنسب الأوقات لمشاهدتها وأنت مزاجك رايق جدا وبدون عناء بقى أنك تركب مواصلات وتضيع وقت وحاجات زي كده، وقاعد بترتدي ما تريد أن ترتدي، بيجامة أي حاجة وتفرج، وقصادك كوباية الشاي أو القهوة. اتنين، بتقدر تركز تركيز تام، مفيش مقاطعة، مفيش ضوضاء، الرؤية واضحة جدا، ومتابع اللوحات اللي معدة مسبقا معايا بالليزر، عارف أنا بتكلم فين بالظبط، والصوت واضح تماما ونقي. طب في حالة كلنا بيحصل لنا تشتت في الانتباه، هنبقى ناخدها مع السلوكيات، في تشتت في الانتباه بيحصل غصب عننا، حضرتك بتروح موقف الفيديو راجع الحتة تاني سامع، دي مش متاحة لما يبقى قصادك المحاضر. طيب حضرتك هتسمع بقى المحاضرة كويس وتستخدم مقاومات ثلاثة، تستخدم حاستين البصر والسمع، ما انت شايف يعني ما تبقاش مغمض عينيك وبتسمعني، شايف اللوحة ومتابعني، وحاطط قصادك ورقة وماسك قلم. وزي ما قلت مطلوب من الناس الجدد اللي بيسمعوني أول مرة تسجل حاجتين بس، واحد معنى الكلمة أو جديد عليك، اتنين السؤال. والأسئلة عندنا تلات أنواع، أهمهم واللي عليهم أكتر درجات المالتيبل تشويس كويشنز، اللي هو هنا على فكرة في نورث أمريكا من يوم ما تدخل الطب إلى أن تنتهي بالدكتوراه الامتحان فقط، وأقول فقط مالتيبل تشويس كويشنز خلاص. وأذكر كان لي أستاذ فاضل اللي هو بدأ المالتيبل تشويس، كان سألني هم بيمتحنوا إزاي، قلت لهم بمالتيبل تشويس، لأن أسئلة
كتيرة بدل ما أركز في 10 أسئلة وحظك بقى إن أنت كنت مذاكر الحتة دي ولا لأ، وتقدير المصحح هنا مفيش كده. المالتيبل تشويس بيغطي كل الأجزاء وصح يا غلط. فبدأ هذا الأستاذ الفاضل رحمه الله بمجموعة محدودة من الأسئلة. النهاردة المالتيبل تشويس حتى في جامعاتنا عليه معظم النمرة، عشان كده أنا بديله اهتمام الأقصى. هنا كل النمرة عندنا دلوقتي، المعظم الميد تيرم والإند أوف تيرم والإند أوف يير وفي البراكتس كله عملي، كل في العملي كله ده مالتيبل تشويس، عشان كده بنهتم بيها جدا. والمالتيبل تشويس دي تحتاج لواحد عنده خبره، احمد الله انه وهبهاني، انه يبقى عارف فين مواضع الاسئله وطريقه الاسئله. لان المالتيبل تشويس فيه 10 12 طريقه، فحضرتك هتسجل هنا مالتيبل تشويس واخد بالك ده الصح ده الغلط. طب نيجي في النظري، وده هنتمرن عليه. ده واحد بيقول لي هنعمل ايه السنه دي؟ طب المحاضرات الاساسيه موجوده، هنعمل امتحانات، ده احد الحاجات اللي هنعملها، لسه في حاجات كتير باذن الله. طب نيجي اسئله النظري، تقول لي ازاي اجاوب النظري؟ اقول لك حاجه، ازاي تجاوب النظري؟ النظري يستلزم شيئين، انظر للوحات، هي دي طريقه اجابه النظري. واحد، نظام مطلق، في نمره من الناس مش مقدراها على النظام، غير منظوره لكن كبيره جدا في الانطباع في الورقه. وانا افتكر مره برضو استاذ فاضل وانا بامتحن ومعايا كان زملائي في احد البرانشز لما اشتغلت نائب في القصر، فجي بص على اوراقنا يعني واحنا بنجاوب كلنا، فقال لهم لولا انها اتيز يعني الليجل غير قانوني كنت مسكت ورقه العبد الله اللي هو يعني انا وافرتها لكم ازاي تكتب الورقه بنظام. اللي بتعملوه ده شخبطه، قد تكون معلومات هي رائعه بس العرض سيء. فحضرتك اول ما تدخل الامتحان في النظري ما تضيعش اول 5 دقايق قبل ما تجي لك ورقه الاسئله بقلم رصاص كده، حط 3 هوامش على الناحيه اليسرى، وبعدين لازم واحد تبقى تحتيها 2 في اول خط، تحتيها 3 زي ما بكتب اللوحه. طب واحد فيها ألف وب أو A وB، يبقى على السطر الثاني بداية الكلام الثالث، وما تبدأش فقرة جديدة أو نقطة جديدة إلا من سطر جديد. حاجة تاني في النظام مهمة، إن حضرتك ماسك مسطرة صغيرة كده إيدك عليها على طول، ما تشيلها إيدك الشمال دي، وكل ما تلاقي حتة مهمة في الفقرة تروح مدخل عشان ما تضيعش وقت، وحاطط خط بنفس القلم، ما بيستخدمش ألوان في الامتحان ده الليجل، لازم بلون واحد. فانت بتشد الممتحن بتقول له بص اهو ادي النقط وادي النقاط المهمه. واحد يقول لي دي مهمه، مهمه جدا، تقول لي ليه؟ فكر بالعكس، لو انت مصحح قصادك كم الاوراق النظري وعاوز تبقى عادل في نفس الوقت، صعب ان الواحد يقرا كلمه كلمه. ساعات طالب يقول لي نسيت كلمه، يا حبيبي ما في كلام كتير ما بنبقى من كتر اللخبطه ونبش الفراخ اللي حاطه ما حدش واخد باله انت بتكتب ايه. فانت بهذا النظام انت بتقول للممتحن بص هما 8 نقط انا كاتبهم، النقطه المهمه الفقره دي كذا، انت بتسهل لي ودي يفرحني. واقول لك حاجه، وبتاخد جزاء ذلك نمره كويس لانك ريحتني، الاجابه واضحه منظمه ومرتبه. ده في النظري، فالنظري يستلزم نظام. طب تاني حاجه تذكر، لانه هو عباره عن ريكول، والتذكر ده مبني على حاجتين، ان انا بحاول افهمك كويس قوي عشان تبقى الذاكره كويسه، وبعدين بنعمل حاجه برضو يعني احسب العبد الله ربنا يعني من عليه بمقدره فيها، اللي هو طرق التذكر، اللي هو تسلسل في الاحداث او تسلسل في المكان او حرف مشترك او ترتيب حروف متتاليه، هتشبع في الكورس معايا بطرق التحفيظ دي. ليه؟ عشان نساعد ذاكره، النظام يساعد على الحفظ والفهم طبعا. ادي ازاي تجاوب النظري. ناس كثيره سالوني بص على اللوحه هذه هي طريقه اجابه النظري، وهنجرب على فكره، هبقى ساعات احط لكم احنا فاضيين نوعا ما السنه دي سؤال نظري واقول لكم ادي اجابه نموذجيه تتحط ازاي لهذا السؤال. اما ان شافه فده اسهل الامور، اولا عليه نمره بسيطه جدا وتم حتى يعني تقليصها الى اقصى درجه في معظم الحاجات. وعارف ليه هو بسيط الشفوي؟ لان في النظري لازم اكتب كل النقاط في الموضوع، لكن في الشفوي لما يسالك اي سؤال بتبتدي باي نقطه خاصه بالموضوع،
ما حدش قال لازم تقولها بذاتها. فده بالنسبة للامتحانات. طيب هتعمل فيها ايه؟ نيجي نكمل بقى موضوع المذاكرة. حضرتك سمعت المحاضرة الأساسية مرة واحدة باستخدام الثلاث مقومات: بصر والسمع، ادي عندك يوجد حاستان، وبتكتب كل حاجة، المعنى والسؤال، معنى والسؤال. طيب واحد يقول لي طب هذاكر منين بعد كده؟ هتذاكر من المصدر اللي عندك، بس بدل ما تدخل عليه وانت مش فاهم اللي مكتوب، وغالبا بيبقى كثير من المصادر، يعني خلينا نقولها باسلوب مهذب، مش مرتبة ترتيب الواجب. اعمل زي ما عمل عبد الله لما كان طالب في كل المواد. كان الحمد لله ربنا اداني يعني مقدرة على النظام وبثها فيها والدي رحمه الله. اللي كان يقول لي اسمع ابني، في ناس رأس مالهم في الحياة النظام. ده انا اكتشفت ان مش في ناس رأس مالهم في الحياة النظام، ان في دول رأس مالها النظام. يعني دول العالم الاول ما تختلفش عن دول العالم الثالث في ان هم اكثر ذكاء للناس، لا اكثر نظاما. فحضرتك امسك المصدر بس، خلاص انت فاهم محاضرة، ما انت سامعها كويس قوي وكتبت المعاني وفاهم كل حاجة. رتب الكلام ده على المصدر اللي عندك، على كتاب القسم، على المصدر اللي هتذاكر منه ايا كان. وانا كنت بعمل كده، ما تلخص، ما تضيعش وقت، الوقت اثمن حاجة. اللي قلت لكم الـ500 الاغنى في عالمنا هذا عملوا عليهم كتاب وعملوا عليهم سيمينارز، حضرت واحد فيهم. عارف ايه الصفة المشتركة ما بينهم كلهم نمرة واحد؟ تايم مانجمنت، إدارة الوقت. هم يقدرون قيمة الوقت. لا البعيد لا، إنما تقعد تعمل لي ملخصات، ما أنت تقعد في الكتاب. كنت بعمل كده، أنا كتاب جراحة، كتاب باطنة، زي ما يكون. أقسم الفقرة إلى نقاط، 1 2 3 4، والنقاط إلى جزيئات، وبعدين أشوف إزاي أتذكرهم. أول بكتبهم بالرصاص، ممكن لو قعدت ترتبهم بطريقة معينة تبعا للتسلسل الزمني زي ما قلنا، أو المكاني، أو حرف مشترك، خليت فيه حرف مشترك أو تسلسل في الحروف، بقت حفظها أسهل. وبعدين عندي رسمة شفتها في الأسف على اللوحة ومش موجودة، وهي تسهل الأمر، إلزقها الورقة في نفس الصفحة، أو حتى ارسمها أنت كروكي لنفسك، أدي إزاي تتفهم. شيل كل اللغو ما أكثره في كتبنا بانك تحط خط، دي مش هقراها تاني، خلاص قريتها مره ولقيت ما فيهاش اي معلومات، ما عبر عنها في الجمله دي، او يعني استرسالات ومؤخرات ومقدمات لا لزوم لها. وساعات اقول لك انا كنت بعمل ايه ساعات، حتى عشان احس الصفحه فاضيه، كان عندي قصاصات من ورق بيضه كده، واجيب جلو سم واخفيها خالص وما احس الصفحه فاضيه. فعملت ماي اون. وليه بقول لك اقرا مصدرك؟ لانه الأرقام قد تختلف اختلاف ضئيل. ليه؟ لأنه يعني أما أقول مثلا عدد كرات الدم الحمراء 5 مليون، هتلاقي أي كتاب في حدود 5 مليون، لكن في المية دول اللي قاسوا فيهم في الكتاب ده غير المية التانيين، بس كله في حدود 5، مش هيطلع 5 مليون في كل كيوبيك مليمتر في كتاب، و10 في كتاب، و2 في كتاب. بس برضو عشان ترضي الزملاء الأفاضل اللي بيدرسوك، احفظ لهم أرقامهم بالظبط، ليه؟ هتلاقيها قريبة كل يعني التشابه من الارقام اللي انا بقولها. ده بالعكس، انا ساعات بعمل بقى عندي حريه في اختيار الارقام، بختار الارقام الاسهل تذكرا. يعني ما اقول لك بلازما بروتين، ممكن نقول 7 جرام لكل 100 سنتي، لكن ممكن نقول 7.2 من 10، 7.4 من 10 مثلا. ايوه اسهل 7 هو عدد صح، هو كل الناس بالظبط 7.2 من 10، في حدود 7، اي رقم في حدود 7 هو صح. انا بقول لك التزم بالارقام اللي عندك في المصدر. يبقى اصنع ملخصك بنفسك في المصدر والتزم بالارقام التي فيه، واكتب بقى جنبيه هنا ده كان فيه سؤال ام اس كيو، ده كان سؤال شفوي، ده كان سؤال نظري بعد ما سمعت المحاضره الاساسيه. طيب نيجي لحاجه تاني بقى اللي هي هنعملها المره دي باذن الله، اللي هي كراش كورس. وقد فرغت في اثناء الاجازه بالنسبه لسنه ثانيه من الاندوكراينولوجي 9 محاضرات رائعه. ايه فكره الكراش كورس اللي هنعمله مع بعض في بث مباشر؟ وكل ما يكتمل فرع هننزله على القناة الثانية، هينزل على القناة الأولى على اليوتيوب بعدين على القناة الثانية. أولا الكراش كورس أكثر تركيزا، يعني كل محاضرة هتسمعها في الكراش كورس في طولة الوقت. يعني لو عندك محاضرة في المحاضرات الأساسية
هتلاقيها في محاضرات الكراش كورس، هتسمع اول تلت المحاضره بس، اكثر تركيزا، اكثر وضوحا، اكثر سهوله. واقول لك حاجه خاصه بالعبد الله واحبكم انتوا برضو، يعني بتبعوا نفس الحكايه، انها اكثر حداثه. يعني الكراش كورس عملته بعد المحاضرات الاساسيه، وانا اتمنى لما اعمل حاجه بعد حاجه لازم تبقى اكثر تجديدا وجوده وبنفس منطق الحياه. هو مثلا ايفون بينزل 4 5 لحد اكس حتى وحاجات زي كده، ما هو لازم يبقى الجينريشن اللي بعده احسن شويه. لا، من طبيعه الامور الواحد يجدد ويجود. لدرجة بقول جملة مهمة قوي، أنا لو قالوا لي قلت محاضرة وقالوا لي عندك ساعة وهتعيدها تاني في مدرج آخر، كان الناس بتستغرب. طب ما أنت لسه قايلها وأوريدي. على فكرة أشكر الله عندي مقدرة على التذكر، كانت جميلة، كان بيحسدني عليها بعض الناس. يقول لي أنت ليه بتقول هتقول ثمان حاجات يا أخي، لا تنسى واحدة. أقول له أحب أبقى شايف المعلومات، مش يعني الذاكرة كأني شايفهم. انما لو ادوني ساعه وهعيد نفس المحاضره تاني، كنت اقعد في مكتبي واعرف الساعه دي تاني، اشوف يمكن حاجه طلعت جديده اكتر في تكست بوك معايا اقولها احسن، الساعه دي استغلها، الحته دي يمكن لو نظمتها كده تبقى احسن. ليس هذا معناه ان المحاضره الاولانيه كانت غير جيده، انما الثانيه 100% اجود. وعاوز تعمله كده، من طبائع الامور هو التغيير، طبيعة الخلق والخالق انه بيغير. اقول لك حاجة، جغرافيا الكرة الارضية وجغرافيا الكون تتغير طبعا، نجوم بتفقل ونجوم بتطلع تولد في الكرة الارضية. استراليا دي من 35 مليون سنة كانت جزء من القطب الجنوبي، ثم انشقت عنه وطلعت حيث حرارة اكثر اعتدالا فنشأ بقت قابلة للمعيشة. الاربع قارات التانية انفصلوا عن بعض، وعشان كده تلاقي حتى نوع الحياة والحيوانات والنباتات اللي في استراليا تختلف عن الخمس قارات اللي فاضلة، ده اعتبرناهم ست قارات. فالتغيير يا أولاد، إنما أن احنا نعيش في قوالب جامدة، يعني على رأي رحمه الله توفيق الحكيم لما قال تكبيس العقول، ألاقي ساعات أسمع زميل بيقول نفس الكلام بقى 10 سنين هو ده، الدنيا بتتغير كل ساعة، ده كل مرة الواحد بيطلع فيه على الكتاب بيلاقي الدنيا اتغير. بقول لك لو ادوني ساعة بين محاضرتين كنت بقعد ابص في الكتاب، يمكن انظمها احسن، يمكن اضيف معلومة. فهتلاقي الكراش كورس اللي هو معمول السنة دي، المحاضرات الأساسية السنة اللي فاتت، مش اختلاف جذري لكن في إضافات تجويدا وتجديدا. وانت تعمل كده في كل مرة في حياتك لما يتغير موقع وتبقوا أساتذة أفاضل، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، مفتدين الوقت، أهم حاجة في الدنيا الوقت. قلت لك الخمسمية الأكثر ثراء بيهتموا بالوقت، ما تضيعش وقت. طيب واحد قال لي قرينا المحاضرة الأساسية ورجعنا المصدر بقى اللي هنقرا منه، أو سمعنا المحاضرة الأساسية ونظمناه ورسمنا الرسومات وحطينا الأسئلة، طب بعد كده الكراش كورس ده عامل فيه إيه؟ هقول لك أنا ده معمول ليه. نفس الشخص بيقوله بنفس الكلام تقريبا، ده لابد بعد عدة ساعات أو يوم يومين على الأكثر، عشان في حاجة اسمها ميموري تريس، ما يضيعش معلومات المحاضرة الأساسية، تكون سامع الجزء بتاع المحاضرة الأساسية فيما يعادل الكراش كورس. ويفضل في الوقت الميت، يعني حاجات اللطيفة، عارف المواصلات الناس بتضيع فيها جزء من العمر رهيب ولا يصلح إنك تعمل فيها أي حاجة. ده واحد قاعد حتى زي القبلة قاعدين في الصابوي في المترو في مصر، يبصوا للشباك، بص تشوف ايه في الشباك، هي تانل اسود، اقرا كتاب. في ناس طبعا بتقرا، حضرتك تجيب الايرفونز والسمارت فون بتاعك وتسمع الكراش كورس، الساعه اللي هتوصل فيها تنقضي، مش هتحس بيها بزهق في المواصلات، وبقت مفيده. الوقت اهم حاجه، استغلال الوقت، تايم مانجمنت. واقول لك حاجه، لو سمعتها مره واثنين مش هتحتاج تقراها بعد كده خالص، لانك سمعت المحاضره الاساسيه وتركيزها مره واثنين خلاص خلصت اتحفظت. طيب برضه اقول حاجه، هوامش يعني
واحد يقول لي طب انا اشوف المحاضره على سمارت تي في شاشه كبيره ولا على كمبيوتر ولا على الهاتف الذكي؟ اقول لك الامثل على شاشه كبيره. الامثل عارف مش متاح لكل واحد عنده سمارت تي في على اليوتيوب، ان لم يكن على كمبيوتر ده السكن بس. خلي الهواتف الذكيه دي عشان بورتابل في المواصلات العامه، وانت في ما بين المحاضرات قبل العملي في الكليه، والناس كلها بتضيع وقتها وتتكلم كلام يدين الانسان ويسيء فيه الاخرين، انت قاعد بتسمع بنفسك. طب هتقول لي ايه قيمه ان انا اشوف حاجه كبيره؟ يا اخي احنا خدناها سترينث هيدريشن كيرف، المؤثر الاكبر الاقوى يعطي استجابه في زمن اقل، يبقى لتثبيته وللذاكره يبقى اقوى. الانسان يتذكر الصور الكبيره اكثر من تذكاره للصور الصغيره. فلو تقدر تختلي بالتلفزيون كده، دخل عائله شكلهم سيبوها لي في وقت المحاضره، عاوز اتفرج على الصوره كبيره والكلام واضح، الذاكره احسن. فيسيولوجي مش انشا سترينث، يمثله هنا مين؟ كبر الحجم يؤدي الى انك في ديوريشن اقل الاستيعاب يحدث. سترينث ديوريشن كير، ذا سترونجر ذا ستيمولس ذا شورتر ذا تايم، ودي الليمتس طبعا، ما تجريش الصوره. طيب يبقى ده طريقه المذاكره. يبقى حضرتك هتذاكر المحاضره الاساسيه دي نمره واحد، تقراها في المصدر المعني بتاعك، تنظمه وتفرغ فيه الاسئله وتحط الدياجرامز، ثم في الاوقات الضائعه بقى هو ده فكره الكراش كورس اللي احنا نلتقي فيه على الفيسبوك، التقاء مباشر في كل المحاضرات. زي ده يكون لنا لقاء مش بس مع الكراش كورس، الامتحانات هعمل لك ام اس كيو وهجرب لاول مره بقى، ما انا عندي وقت اجرب ان انا اعمل امتحان نظري ونقوله. ايفن باذن الله اذا كان في العمر بقيه هنحكي السلوكيات، ما عملناهاش المره فاتت، هنحاول نتكلم على البراكتيكال، ودي شويه اجهزه بسيطه كلها امتلكها اوريها لك، والاسئله المتعلقه بيها ليه لا، عندنا وقت الحمد لله. المين كور عملناه السنه اللي فاتت اللي هو المحاضرات الاساسيه، يبقى نستغل بقى الوقت استغلال حسن. فدي حاجه قلت لك ازاي. طيب هنيجي واحد يقول لي طيب انت قلت لنا ازاي هنذاكر، وازاي النظري وازاي المالتيبل تشويس والحاجات دي، وهنكمل كل حاجه ازاي. طيب واحد يقول لي طيب عاوزين نتواصل، هنتواصل ازاي؟ اولا احنا ليه يجب نتواصل؟ لسببين. واحد يقول لي عندي مقترح كويس عاوز اقوله لك، خلاص يا سيدي حطه لي على الفيسبوك وانا لما يبقى مقترح كويس هرد عليه. واحد يقول لي طب انا عندي سؤال. هنا بقى في الاسئله، في الطالب اللي عاوز يسال، عاوزين نتفق يا اولاد. طبعا مع العدد الضخم اللي بيشاهد، واللي في قناه اليوتيوب الاولى بلغ عدد المشاهدات السنه اللي فاتت، مشاهدات ما بقولش عدد الافراد، لان انا حاطين حوالي 180 كان فيديو، لان ساعات المحاضره الواحده كانت بتتقطع في اكتر من فيديو، بلغ عدد المشاهدات قرابه المليون مشاهده، يعني عدد ضخم. وانت هتشوف حتى السبسكريبشن قد ايه كتير في القناه الاولى اللي هي كانت السنه اللي فاتت، القناه الثانيه اللي لسه عاملينها من فتره وجيزه اللي هي مرتبه عليها الاشياء. يبقى اذا مش هنضيع وقتنا في اسئله ملهاش معنى. يعني حضرتك اما يقف قصادك سؤال تعمل حاجتين قبل ما تحطه لي. الاول اسمع الجزء المعني تاني، لان انا بخبره الحمد لله امن الله به عليا، كلها فضل من ربنا، ببقى عارف مش هقول معظم، يعني اولموست معظم الاسئله اللي بتدور في ذهنكم بجاوبها بطريقه بسيطه وواضحه وكل حاجه. فربما انت السؤال ده كان بسبب انك ما ركزتش انا قلت ايه بالظبط، فعليك اسمعها تاني. طب لقيت برضه السؤال محيرك، استعين بصديق، بس مش اي صديق بقى، يعني طالب انت تعرف عنه انه طالب مجد وبيتعامل بيسمع معانا، وقول له السؤال ده كده ايه رايك فيه؟ لو اتفق طالبا يعني مجدان في سؤال واحد، يبقى 100% السؤال ده فيه حاجه، حطه لي على الفيسبوك. لو لقيته سؤال شخصي جدا يعني هبعت لك الاجابه مكتوبه. لقيته سؤال يعني دسم
واصلح للكل هقوله في المحاضرة اللي بعدها، ما فيش اي مشكلة ان احنا نعمل كده بهذه الصورة. ده التواصل. يبقى اتكلمنا على طريقة المذاكرة، اتكلمنا على طريقة الامتحانات والاجابة، اتكلمنا على التواصل. طيب حضرتك هتعمل ايه بقى دلوقتي عشان تبقى الاستفادة مثلى زي ما قلت لك؟ يبقى انت هتحط روحك على قناتي اليوتيوب عشان اي فيديو يطلع يطلع لك مباشرة. دي واحد. اتنين، هتتابعني على الفيسبوك، لان انا مش فجأة بروح اي المحاضرة، انا بقابليها بساعات كافية، بقول يا جماعة باذن الله اذا كان في العمر بقية بتوقيت كذا، وساعات حتى بحط لك ساعة عشان تاخد انتباهك، يبقى في الساعة كذا في حاجة مهمة. البث المباشر لطيف طبعا، يعني بيبقى حتى حي اكتر، ولان مفيش فرق كبير، يعني احنا مش مباراة كورة بقى لازم تبقى عارف نتيجتها ومش عارف، انما يعني ده طبيعة الامور، الشيء اللي اول مرة بيبقى غير ما بقى عندي اقدر اشوفه تاني مرة، وان كان ساعات تاني مرة فيها شوية مزايا برضه، انك بتختار الوقت المناسب، بيكون ساعات النت ضعيف بتحطه كويس and so on. فالفيسبوك في حاجة تاني، نحن هنحط روابط البي دي اف بتاعة اللوحات اللي بدأنا بالنسبة للسلارة بالسلارة الثانية، حطينا نص الاندوكراين، بس طبعا انا مش هحط البي دي اف غير ما يبقى اوريدي اللوحات جاهزة عندي، لان يعني معرفش تقصير مني بتجوالي خلاني بصيت فوجئت ان انا نسيت عدد ضخم اللوحات، يعني عاوز اجيبهم مش موجودين معايا هنا، عندي عدد لقيت ان جبت جزء ونسيت جزء، اهمال هعمل ايه؟ قالوا انا اللي هتحمله، ان انا هرسم تاني، وربما في ذلك ميزه زي ما قلت لك التجديد والتجويد، فما حدش يتصور انهم كلهم عندي وانا يعني قاصر في ان انا اعرضه، اما ارسمه موضبه وما احطهم لك ما تقلقش، عندك نص الاندوكراين اهو. فانت بتشوف الفيسبوك عشان تتابع البث المباشر، عشان خاطر تاخد اللينك بتاع البي دي اي، واللينك حتى بتاع اليوتيوب اللي تملي بحطه افري ناو اند ذن، عشان جاست مجرد انك تضغط تدخل على القناه المعنيه. فده كل المطلوب منك في المتابعه، والمطلوب منك بعد كده المذكره. بقول يا اولاد ما تكسلش في الامتحانات اللي بنعملها. ليه بقى؟ لاني بقول الدراسة تنقسم الى شقين، يعني تلقين ده انا لحضرتك، وتحصيل ده من حضرتك تجاهي. ما قيمة ان يبقى في تلقين جيد وتحصيل سيء؟ ده اقول لك حاجة، الاهم من التحصيل يبقى جيد. طب ازاي نعرف الفيدباك ان التحصيل جيد؟ الا من خلال امتحانات تساهم فيها. ولا أجيء سرا، في المالتيبل تشويس أهم حاجة في إجاباته بنعلمهم هنا، مش إنك تقرأ نظري كتير، اقرأ نظري بسرعة جدا، تحل MCQ كتير عشان تعرف مواضع الأسئلة فين. فالMCQ مهم جدا إنك تحل 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 معانا، فغير إنك أنت سجلت مواضع الأسئلة، لما حط امتحان تهتم بيه وتحله وتيجي نعمله مع بعض، وقلنا هنعمل بإذن الله نظري. يبقى انت عرفت واجبك ايه، وانا قلت لك بنحمد الله ان المحاضرات الاساسيه موجوده، لان زميل كتب لي قال لي احنا طب المحاضرات وهنلحق ومنلحقش، نلحق ايه ومنلحقش ايه؟ المحاضرات الاساسيه لكل الفروع موجوده. ثم زي ما بقول برضو في المقترح ما تحطليش غير مقترحات جيده، يعني واحد يقول لي مثلا احنا بقى طب ما انا عارف ان كل جامعه في جامعه مثلا بادئه كيدني، بادئه جامعه بادئه سبيشال سينس سي ان اس اندوكراين، انا ما اقدرش اقول اربع حاجات في ان واحد، فكر فيها اعملها ازاي يعني في وقت الواحد اقدر اقول حاجه واحده. بس الكلام ده كان يحدث مشكله العام الماضي، انه كان لسه المحاضرات مش جاهزه، انما حضرتك دلوقتي اللي بتاخده ارجع للمحاضرات الاساسيه، انت فقط فقط في انتظار الكراش كورس والامتحانات اللي هتيجي في الاهميه الثانيه، لان المحاضرات الاساسيه موجوده عادي خالص تسمعها وتتمتع بيها، والكراش كورس حتى بتاع نص الاندوكراين موجود بالنسبه لكم. فاللي عليك روح بص عليه. احنا هنلتقي اسبوعيا مرتين باذن الله، اتصور ذلك يعني في المتوسط، اقل اكثر زي ما ربنا يسهل في الوقت. هنعمل فيها الكراش كورس
لبقية الأجزاء، هنعمل فيها الامتحانات نمرة 2، هنعمل فيها السلوكيات نمرة 3، هنعمل فيها في أوانه مراجعة العمل، وبرضو السلوكيات في أوانها هنعملها. ده كانت يعني introductory lecture لابد منها يا أولاد، خاصة للناس اللي أول مرة هيلتحقوا بينا. فعرفت واجباتك والسبسكريبشن اللي هتعمله وهتذاكر ازاي، وانا عرفت هعمل لك ايه في واجبات. وفي النهاية اشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم، واتمنى ان تكون الرؤية قد وضحت، وانا على استعداد لتلقي اسئلتكم واقتراحاتكم على صفحتي على الفيسبوك. وقلت هختار السؤال الدسم اللي ليه شرطين، تكون سمعت تاني وواضح ان اكتر من واحد مش عارف اجابته، والاقتراح الجيد مش انك تقول لي اشتغل كل البارس في ان واحد، خلاص اشتغل ايه، المحاضرات كلها موجودة يا اولاد. وادعو الله لكم جميعا بالتوفيق وبالاصالة عنكم وعن نفسي. اكرر الشكر لامراء الظل اللي هم ذكرتهم، واللي لولا تعاونهم ما رأى هذا العمل النور اللي بنعمله. وبعيد مرة تاني وأخيرة، صدقوني لو طلب مني ابن بيولوجي أو غير بيولوجي إنه يقابلني وجه لوجه أو يشوف الفيديو، وقلت لك لعديد من الأسباب لا يشوف اليوتيوب، هذا أفيد كثيرا. ونشكر الله إنه أمد في عمر العبد الله، حتى إن أنا لحقت التكنولوجي ده، حاجة غير متصورة. أنا زمان فاكر في سنكو كان كل ما أمتلك كاميرا غالية الثمن جدا عاوز أعمل صورة، وما أعمل إيه فيلم وأركبه في الضلمة وأروح أحمضه ياخد كم يوم عبال ما أخد الصورة، وأنا عاوز أبعته لواحد ياخد له أسبوعين في الجواب. طب ده أنا عاوز أبث بقى، لا ده أنا عاوز محط التلفزيون دلوقتي بجهاز آيباد برو، حتى مبالغ في سعره. لأن صديقي قال لي ده أنت التقنية بتاعته الريزوليوشن مش محتاجه، لأنه مش الإنترنت مش محصل عليه، كنت ممكن تجيب واحد ب 300 دولار بس يكفي الغرض. تصور قاعد أنا قصادي آيباد برو، آيباد، أو حتى كان ممكن لوح عادي تابلت، واتكلم من أي موقع في الدنيا. بثيت المحاضرات بأربع مواقع لتسمعوا الناس في كل بقاع الأرض. نشكر الله، نحمد الله على انه امد في عمري عشان نشوف التقنيه دي واحط المحاضرات بهذه الصوره. Thank God. وبعد الله زي ما قلت بشكر الناس اللي عملوا التكنولوجي، وبشكر الناس اللي بيعملوا التكنولوجي معايا بوجه الخاص، وحضراتكم على وجه الخصوص اللي خليتوا لهذا العمل كل معنى. وهقولها وانهي بيها، الاستاذ بطلبته وليس الطلبة بأستاذهم. أنتم بأنكم هيلين، أنتم اللي خلتوني في الآخر على ما أنا عليه إذا كنت على شيء. ونلتقي بإذن الله إذا كان في العمر بقية وفي الصحة بقية في الأسبوع القادم مع المراجعات الكراش كورس والمحاضرات الخاصة بالامتحانات، وفي أوانه هناخد السلوكيات وبإذن الله البراكتيكال. أشكركم شكرا جزيلا وأدعو الله لكم بالتوفيق. شكرا وألقاكم على خير.